لله حاجة بس كده معلش. ممكن تعلي صوتك؟ اهلك رموكي ليه؟ حد بيرمي دناه، حد بيرمي نور عينه. انت شفت المسافة فين؟ اروح كل اسبوع ازاي؟ مين اللي انا غصب عني بروح لها بجمع الموسمين مع بعض، قلت اجمعهم لها واروح لها مرتين، مرة كفاية كل شهرين. اعمل ايه طيب؟ جوزي بلا ارزاقي تقوم يعمل ايه؟ يعمل في بنتي كده، يقتلها ليه؟ انا عايز اعرف يقتلها ليه؟ عشان ما الموسم بتاع رمضان مطله رمضان كنت قلت له انا كنت جبت لها. يعني هو قتلها فعلا عشان شويه يميش؟ اه شويه يميش خلوا واحد يقتل مراته. ما اروحلهاش وما اديلهاش مواسم. مكتفها الاول، مكتفها مكتفها في رجليها وضربها بالخدام كل ده وضربها بالسكينه وقتلها بكتمها. هي قالت لك، قالت لك على حصل معاها. احنا شفناها عمال يبص لنا، اتصل علينا عمال يبص وانا وامي قاعدين في الاوضه معايا بنتي، وامي بتحكي لي مش راضيه تعالى عمال يبص لنا. قولي لي اللي حصل. وعشان ما نكتب انا عمال يبص. والله يا بت اطلعي، والله يا بت اطلعي. تقول لي مش هطلع، مش هطلع. ايه يعني هيعمل لي ايه؟ يعني هيعمل لي ايه؟ انا عمال الله عمال يبص لنا، خايفه يعمل لي حاجه. يخت احنا ما نعرفش الكلام ده كان فين. احكي لنا موقف ايه؟ احنا قاعدين بعد الفطار، بص اللي علينا كلنا قاعدين يلا يا بت عشان نمشي. ما كملتش وش اتحول. انا قلت ربنا يستر على اختي هيعمل فيها ايه؟ عشان كانت شكله غريب. لا يعني مضروبه وما قالتش، بيقول لي محروقه. هي مضروبه وما قالتش، هي مضروبه ومعضوضه. مش عارفه اقول ايه. التكاكين كده معلمه كده. مجنون؟ لا مش مجنون، عائل. لا ده عائل، ده مش مجنون، ده عائل. هم بيقولوا ان هم كانوا شغالين مع بعض في مستشفى واحده، شغالين ممرضين وبينهم قصه حب. روحوا سالوا المستشفى. اختي عمرها ما ضرت حد ولا اذت حد. ليه جيت لبك نص الليل تجري تجري عينيا ليه وتروح تساعدهم؟ عمرها ما قصرت مع حد. وانا كنتها 18 سنه عمرها ما غلطت فيا ولا حد سمع لنا حاجه. كلها بيقولوا انا اعمام بيهم. اختي هتعمل حاجه تضره ليه؟ والله تقول لي حماتي كانت تبقى تعبانه اشيلها واعمل لها واسوي لها. وفي الاخر انت عملت لي ايه؟ انت اصلا ما بتعرفيش تطبخي، اكلك زي الزفت. وما انت بتعرفي تطبخي؟ كان ما عملها كان كنت تقول لك يروح عندها يجي يا اختي متغير. الاقيه يقعد يزعق ويشتم ويتحول عليا. ليه؟ موسم ايه؟ عايزه حقي. موسم ايه؟ يا ميشو حاجات بتوديها لها في رمضان. عادات وتقاليد مش طب هو هل هو كان بيعتدي عليها قبل كده بالضرب قبل موضوع الموسم ده؟ عشان ما بنروحش، عشان ما بنروحش برضه، عشان برضه ما بتروحيش تودي لها الموسم، عشان ما بنروحش على طول. عايزنا اول ما اتجوزي كل اسبوع نروح. ليه ليه يا فرحة؟ كملي كملي. جايبه احنا طلع انا جايبه امتياز يا اختي، جايبه امتياز فاضل 6 شهور واخد الشهاده الكبيره وحققت حلمي كده متكتفه ومش جايبه فرحانه يوم الحد واللي انا نجحت. جايبه كل امتياز اشطر واحده في المدرسه. كان عندها كام سنه؟ عندها 20 كده. 20 سنه؟ امال كان في بوست متداول ليها ان هي بتحتفل بعيد ميلادها 29 طب ولا عمرها ولا كان اللي هو 19 سنه. هي كده يعتبر مش 20. طب قولي لي هم اتعرفوا على بعض ازاي؟ على رجلها على رجلها. هو شغال معاها في الكليه الامان اللي يعرف معاها. لا كان في النقاش بتاع اللي تعرف منى صاحبتها عشان هي كانت عطرت وقت معاها. مش عمره متجوزين بقى لهم احنا مره واحده كل واحد جاي تاني في يوم بس يعني لسه عشان كده كويس يا بطه بلاش منهم من قبل وخدع الحب. والله بحب وكويس ومحترم بحب اعذبه بيشوف عليه بيخاف عليه من بعد الجواز. تقول لي يا ريتني ما اتجوزتي يا امير، لقيت الجواز حاجه ثانيه. ما كنتش اعرف يعني ايه جواز يا امير. انا خلاني اتجوزت حرام.